الهدف التي نسعى لتحقيقها أولا هو أن نجمع كل هؤلاء المختصين حول طاولة الحوار، حول طاولة النقاش والمشاركة وتبادل الخبرات، وهذا أمر في حد ذاته يعتبر مكسب، ومكسب مهم جدا. المسعى الثاني أو الهدف الثاني هو أننا نحاول تحيين المعلومات والمعارف الموجودة عند هؤلاء الأخصائيين، بحيث أن التقنيات الجديدة والمقاربات الجديدة المعمول بها في العالم أو في جميع الدول أو في الخارج يجب أن تصل لهم ويجب أن يطبقوها في الميدان. وكذلك هو أننا نأخذ من معرفتهم ومن خبراتهم في الميدان وتجاربهم، يعني ينقلوننا صورة عن واقع المجتمع وعن واقع الشباب الجزائري وعن متطلباته، حتى نستطيع نحن بدورنا أن نلبي هذه الحاجات وأن نساعده في أن يواجه هذه التحديات وهذه المخاطر ربما التي تواجهه يوميا. بالإضافة إلى يعني الخروج بورقة طريق ويعني نقولوا إحنا استراتيجية لتقريبا مواجهة نقولوا حنايا كل الأمور اللي تتعلق بالصدمات وأزمات النفسية عند الشباب المراهقين. نعرفوا اليوم حنا أننا يعني مرينا بفترة عسيبة، نتكلم على الكوفيد، نتكلم يعني على الحرائق، نتكلم يعني على قبلها يعني زلزال، فكل هذا نقولوا حنا التأثيرات هي يعني مخرجاتها هي غالبا ما تكون هذه الصدمات، تكون هذه الأزمات النفسية. فبالتالي يعني هذا العمل الجواري وهذا العمل وهي مقاربة جديدة لتخلي يعني الأخصائي النفساني نقولوا إحنا متحصن ونخليه دائما في أهبة وفي استعداد لمواجهة نقولوا إحنا هذه التأثيرات. شكرا.